للحديث عن تكرار هجمات الميليشيات التابعة للصدر ضد المتظاهرين ومدى فعالية لجنة التحقيق الحكومية لمحاسبة قتلة المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور صباح علو، الباحث والكاتب والباحث السياسي. دكتور صباح، مرحبا بكم. بداية، يعني في أي سياق يمكن فهم هجمات الميليشيات وتكرارها ضد متظاهري ذي قار؟ ماذا تريده من وراء هذه الجرائم أستاذ صباح؟ تحية لكم ولجمهوركم ومتابعيكم. حقيقة ما يحصل في ساحات التظاهر من عمليات تصفية واغتيال وعمليات خطف، هناك على ما يبدو هدفين أساسيين للقوى التي تقوم بعملية ضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم أو خطفهم أو قتلهم، وهو أولا البدء بحالة الصراع من أجل الانتخابات القادمة مبكرا، وهذا هو الجانب الأساسي، حيث أن التيار الصدري قبل أكثر من شهر صرح بأنه سوف لن يخوض الانتخابات، ولكن بعد أسبوعين تراجع، وعلى ما يبدو هناك بعض التطمينات أو التوجيهات بأن يتسلم التيار الصدري رئاسة الوزراء، ولكن يبدو من خلال سلوكه مع المتظاهرين أنه تعهد بعملية التصفية أو عملية كسب الشارع للوصول إلى إدارة الحكومة القادمة ما بعد الانتخابات. طيب، هذا هو الجانب الجوهري والأساسي، ولذلك نلاحظ يجرب التيار الصدري بدءا من القبعات الزرق في ساحة التحرير التي قامت بعمليات قتل وعمليات تصفية واعتداء على المتظاهرين واحتلالهم حتى لمبنى المطعم التركي. نلاحظ هذا السلوك دليل على أن هناك تعهد بعملية إنهاء الانتفاضة، ولكن طيب، هذه الانتفاضة متناسية التيار الصدري أن هذه الانتفاضة ستستمر ما زال لم تتمكن العملية السياسية من الإيفاء سواء بالخدمات أو بتحقيق ما يريده المواطن العراقي، بناء دولة مواطنة ودولة مؤسسات والحفاظ على الثروة والعمل على توزيعها بشكل عادل والتنمية المستمرة والمستدامة. هذه كلها لم تتحقق، ولذلك الشارع سينتفض أكثر فأكثر. طيب، والعدوى ستنتقل إلى جميع المحافظات بالعراق حقيقة. لذلك نلاحظ هم يستعجلون، كلنا ندرك أن الناصرية هي المركز الإشعاع الأساسي حقيقة للثورة في العراق، ولذلك يحاولون أولا إنهاءها في تلك المدينة، ولكن هيهات أن يحصل هذا الجانب بسبب لم تتغير الظروف بكل أشكالها سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. دكتور، على ذكر الإنهاء، هل أنت معنا دكتور؟ نعم دكتور، على ذكر الإنهاء الذي تفضلتم به قبل قليل، هل أن مسألة خوض الانتخابات تحتم على التيار الصدري إنهاء التظاهرات حتى تبدأ بحكومة خالية من أي معارضة؟ يعني تريد عراقا خاليا من أي معارضة كانت، هل تعتقد ذلك؟ في اعتقادي ليس كذلك، وإنما هناك مراهنة بشقين، أما كسب الشارع وإضافته لي قواه السياسية كي يخوض الانتخابات والوصول إلى رئاسة الوزراء أو العمل على إنهائها. ولذلك نلاحظ في الهدفين الأساسيين هؤلاء لم يستطع الوصول إلى تحقيق إحداها، ولكن والسبب الجوهري والأساسي بدأ بالأولى وهو عمليات التصفية. طيب، وسيظهر لنا ما بعد أسبوعين أو ثلاثة، سيظهر لنا بوجه جديد آخر من أجل، وهو صرح قبل أكثر من أسبوعين للعمل على إعادة بناء الدولة من جديد ودولة مواطنة وغيرها، ومن جانب ثاني
من خلف الكواليس يعمل على إنهاء الانتفاضة. طيب. أما كسب الشارع فهذا غير ممكن سواء للتيار الصدري أو القوى السياسية الأخرى بالعملية السياسية. ولذلك نلاحظ دبت حالة الصراع وعمليات التصفية السياسية ستكون قادمة قبل الانتخابات بأشهر. حالة الصراع المستدامة لحين الانتخابات وأنا في اعتقادي قد لا تكون هناك إمكانية لإجراء الانتخابات وقد يتم إلغاؤها أو استبعادها بوقت آخر. دكتور صباح، تعتقد أن الحكومة حكومة الكاظمي فشلت في تحقيق الوعود التي أطلقتها للمتظاهرين بالذهاب لانتخابات مبكرة؟ تعتقد ذلك؟ في اعتقادي حكومة الكاظمي حاول الكاظمي أن يمسك العصا من الوسط. نعم. كالآخرين الذين سبقوا في رئاسة الوزراء ولكن لم يتمكن، والدليل أنه لم يفي بأبسط الوعود التي تحدث عنها. ولذلك نلاحظ يسلك نفس الإجراءات، المجزرة التي حصلت يوم الجمعة الماضي يبعث بلجنة ويتخذ إجراء بمنع التجول وغيره، وهذه كلها حلول ترقيعية لا تفي ولا تسمن من جوع بالنسبة لانتفاضة الشارع وأهدافه. لذلك نلاحظ الكاظمي في اعتقادي يغازل القوى التي تعمل على إنهاء الانتفاضة. الدكتور صباح اللو الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.